الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. غفر الله لشيخنا والوالديه وللحاضرين والسامعين. قال الإمام مالك رضي الله عنه ورحمه في موطئه، قال: كتاب الحج. قال: حجامة المحرم. قال رحمه الله: حدثني قال يحيى عن مالك عن يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم فوق رأسه، وهو يومئذ بلحي جمل مكان بطريق مكة. نعم. وعن مالك رضي الله عنه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: لا يحتجم المحرم إلا أن يضطر إليه مما لا بد منه، مما لا بد له منه. نعم، هذا الحديث أو هذا الحديث مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري، هذا حديث مرسل في الموطأ عند جماعة الرواة، رواه عن مالك أبو مصعب الزهري ومحمد الحسن الشيباني وسويد بن سعيد عبد الله بن وهب والشافعي ومن طريق البياقي في معرفة السنن والآثار، وقد روى مسندا من وجوه صحاح من حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه وجابر بن عبد الله. ابن عباس اخرجه احمد في المسند عن عفان بن مسلم الصفار والنسائي في المشتبه وفي الكبرى عن محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي عن ابي الوليد السليمان بن داود الطالسي كلاهما عفان والطرسي عن يزيد بن ابراهيم الدستوري عن ابي الزبير عنه رضي الله عنه، واخرجه ابن الجعد في مسنده عن يزيد بن ابراهيم ورجال اسناده ثقات. ايوه هنا طاير ابي الزبير. هو محمد بن مسلم تدرس فهو صدوق مدلس. وحدثنا محمد ابراهيم قال حدثنا محمد معاويه قال حدثنا احمد مشعاع المصنف قال ذلك بن عبد البر قال اخبرنا هلال بن يشر قال حدثنا محمد بن خالد بن عاصمه قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني علقمه ابن ابي علقمه انه سمع الاعرج قال سمعت رسول عبد الله بن حيينة يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وسط رأسه وهو محرم بالحي جمل من طريق مكة، وهذا حديث مدني لفظه لفظ حديث مالك سواء. وحدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا محمد بن بطل قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو محرم. حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا علي بن الحسن ابن عبد الله يعرف بابن قلنبة الاسكندراني قال حدثنا احمد بن عبد الوارث قال حدثنا عيسى بن حماد اخبرنا الليث بن سعد عن ابي الزبير عن عطاء عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. قال خرج النسائي عن عيسى بن حماد التجيبي زغبة به، وخرج احمد المسند عن يونس بن محمد المؤدب عن ليس بن سعد، واخرجه ابو عوانه في المستخرج. وقال ابن عبد الله حدثنا القاسم بن محمد قال حدثنا خالد بن سعد قال حدثنا محمد بن فطيس قال حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال اخبرنا شعبه عن يزيد بن مقسم عن ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم محرم. وهذا الحديث الذي انكره احمد وليس له ان ينكره، فانه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه احتجم محرما صائما، وهذه فيها دلاله على نسخ الحديث أفطر الحاجم والمحجوم، فإن النبي احتجم، فهذه فيها دلالة أن الحجامة لا تبطل الصيام. ولذلك أنس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على جعفر وهو يحتجم قال أفطر الحاجم المحجوم، ثم رخص في ذلك. قال ابن عبد البر حدثنا خالد بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا ابراهيم بن جامع قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهيب عن ايوب عن عكرمه عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. هذا خرج ايضا الطبراني عن علي بن عبد العزيز بغوا به، وخرج البخاري عن معل بن اسد وهيب بن خالد البهري وايوب والسختياني. واخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا هشام عن عكرمه عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في راسه من اذن كان به. اخبرنا محمد قال ابن عبد البر اخبرنا محمد بن ابراهيم قال حدثنا محمد بن معاويه قال حدثنا محمد بن يحيى بن سليمان المروزي قال حدثنا داود بن عمرو الضبي قال حدثنا عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم
ابن حميد عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم من داء كان برأسه أبي هو أمي. قال ابن عبد البر لا خلاف بين العلماء أن للمحرم أن يحتجم إذا كان به أذى ونزل به ضر، إلا أنه إن حلق شيئا من شعر من الشعر في موضع الحجامة فعليه فدية إذا حلق شيئا له بال عند مالك، وإن حلق شعر أو شعرتين فلا شيء عليه، واستحب له أن يطعم قبضة من طعام. وقال جماعة من أهل العلم إن حكم شعر البدن شعر الرأس للمحرم وليس بشعر البدن شيء، وضعنا ثلاثة علماء في حكم حلاق الشعر وما لهم بذلك أن المدائن فيما تقدم الكتاب. صحيح الراجح في هذا الباب نقول لأنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن أجرة عندما قال ما كنت أرى أن الوجع يصل بك إلى هذا، احلق، قال له احلق ثم انسك نسيك أو صوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين. لكن هنا بالنسبة للحجامة قد تكون الحجامة بدون حلق الشعر، قد تكون الحجامة بدون حلق الشعر، لكن إن تبع الحجامة شعرة شعرتان بعض الشعر اليسير جدا هذا ليس فيه شيء، ولأنه جاء تبعا وما جاء قصدا في الحلق. أما كعب بن عجرة جاء قصدا في الحلق قال أحلق، أول شيء أحلق عشان تزيل هذه الهوام، ثم صوم ثلاثة أيام أو ثلاثة مسكين أو. فالحقيقة في هذا الباب كما قلنا الاحتجام على الحجامة إذا احتجم محرما فليس فيها شيء وهو جائز، وإن كما قلنا يعني قد نزل بعض الشعرات فأكون تبعا ضمنا ويغتفر في التابع ما يغتفر في الأصل. أما إذا حلق الموضع ليحتجم فهذا يكون الحلق له جائز وعليه الفدية، كما حدث الكعب بن عجرة أنه ازداد الوجع وقال ما كنت أرى أنه يعني يبلغ الوجع ما بلغ، فقال احلق ثم انسك نسيك ثم أو صوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو أطعم ستة مساكين. الفائدة المستنبطة جواز الحجامة للمحرم فعل النبي تشريع إثبات النسخ في السنة، فإن الحجامة لا تفطر الصائم لأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أمره احتجم صائما محرما. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.